استثنائي هذا العام، لان بنادم ما موفرش الفلوس باش يسافر، ما كداتوش حتى في الصير ديال ولادو، ما كداتوش حتى ماكله باش يوفر، لان متى كيسافر بنادم، كيسافر بنادم اللي كيكون عندو فوق الشبعه مثلا كنقولها بالدارجه، عنده موفر الفلوس. دابا العريض تقاد مع ولادو، العريض تقاد ما كرشو باش يوفر يسافر. حنا كنا موالفين مراكش، حنا الاقتضاد كيمشي بنادم سوب بليمه كتقطع ب 80 درهم 90 درهم، لان كيرجع الكرخاوي، من حقنا ومن حق مولكر، لان اليروتور فيد. دابا هاد العام ما لقاوش حتى باش كيمشي عادي، ما كاينش الكار اللي دوبل، ديك اليروتور فيد ما كايناش، يلا كيدير ساعته من هنا كيعاود يدير ساعته من ليه، لان بنادم سالات معاه هاد الاسعار، اسعار ديال كرشو. واش بنادم غيسمع في كرشو باش يسافر؟ يسمع في كرشو بنادم باش يسافر ما غايسمعش في كرشو. وعاود ثاني هاد الشيء ديال التليفون، التليفون راه صافي مبروك عواش لكم برا الواتساب، راه مورا كيشوفوها مباشرة. بنادم ديك الساعة كان ما كانش العامات الأخرى ما كاين لا تليفون لا والو، كان بنادم كيجي وصلة الرحيم، وهذا هو العام ديال صلة الرحيم. ولكن بنادم هاد العام هذا راه تقهر، قهروا الأسعار وقهروا داك الشيء ديال الصاير الزوائر. واش بنادم ما كت 70 درهم 80 درهم ما كتجيبش ليه كفة الخضرة، باقي عنده لوكو باش يسافر. أثمنة عادية، أثمنة دازت مراكش ب 60 درهم، دازت أكادير هي دابا كنقطعوا أكادير ب 12 درهم، ب 12 فرانك، 120 درهم هو لاجون الصحارة دابا، لاجون الصحارة، لاجون الصفاراش، لاجون ديال كلوبيز، كلهم 120 درهم 120 درهم، لأن بنادم ما كاينش. هذا هو المشكل ديال هذا العام هذا، لأن بنادم قهروه الأسعار ديال كرشو، قهراتو المواد الغذائية وقهروا الصاير، يعني ما كيسافر بنادم ولا كيشبع في كرشو. وهاد العام هذا راه بنادم ما شبعانش في كرشو. انا سائق مهني وفي نفس الوقت مسؤول. او خويا راه تشوف الازمه، الازمه من كوفيد لهنا راه ازمه، راه على جميع القطاعات ماشي غير قطاع النقل. حنا ما نستثنيوش قطاعنا من غير الاستثناءات. كل شيء ازمه على جميع القطاعات. الاثمنه عاديه في متناول اي حد، ما لقيناش الناس دابا. دابا الركاب اللي ما كاينينش، الكيران موجودين اكثر من الركاب. الازمه الاقتصاديه اللي كيقولوا اللي تنسمعوا كاينه ازمه اقتصاديه. اول عام استثنائي ما كانش، عمر ما كانش حتى تشوف ما كاين حتى حاجه، دخل داخل لقى الكيران اكثر من الناس، ما كاينش اخويا. ازمه ديال القطاع مضروب، والله يدير شي تاويل اخويا، الله يدير شي تاويل. اش نقول لك، ما شنو نقول لك، ما كاينش الاثمنه، اثمنه عاديه. الغازوال اللي مزيود، غازوال مزيود، قطع الغيار مزيوده، مواد ديال الزيت مزيوده، ولكن القطع اللي ما شافوش فيه ما زاد فيه حتى حاجه. هي غتشوف بعين المكان، ما نقولش انا راسي، غتدخل انت راسك وتشوف اخويا، ما نكذبش عليك، غادي تشوف فينا هو الناس، فينا من الركاب، ما كاينينش، ما كاينينش، ما كاين. عام استثنائي، عام زعما كارثي. قبل ناقش شويه وبنادم ما جات العطله هذه الايامات، جات قبل منا بشي يومين ولا ثلاث ايام ما كاينش العمل، ما بنادم تحرك، بنادم مشى بشويه بشويه، ما كاينش ذاك الزحام. الثمنه مناسبه على العموم، ما كاينش شي زياده اللي كثيره، كيكون الفرق ديال 10 دراهم حتى 20 درهم، هذا هو الجاد، ما كاينش حاجه كثيره. الكورتي حاله ظاهره كاينه ديما، ما يمكنش تفصل على هذا الميدان ديال النقل، ولكن كنتمناو خير ان شاء الله، الظروف تحسن والوضعيه تحسن. كل شيء موجود الحمد لله.